خليني اخدك مباشره الى المباراه. يعني مركب محمد الخامس شهد مباراه تاريخيه في حضور جماهيري تخطى ال 65 وصولا ل 70 الف متفرج من شعب الوداد الحبيب المحترم، وفي نفس الوقت كمان جمهور الاهلي اللي فاجأنا بحضور اضعاف الموسم الماضي، وكمان عدد كبير من الاهلاويه المصريين الذين يحملون جنسيات اوروبيه تواجدوا في تواجد ملفت. يمكن انا نقلت الصوره، قابلت مصريين هولنديين ومصريين ايطاليين ومصريين المان ومصريين اماراتيين ومصريين مغاربه ويحملون جنسيات بلجيكيه مع المغرب ومع مصر، وكلهم اهلاويه وكان حضورهم حضور عائلي وكان يوم كرنفالي. صف لي هذا النهائي اللي اعتقد انه مختلف تماما عن النسخه الماضيه، لان كان في حاله حب. دعك مما حدث من بعض الامور لا اريد ان اقف امامها، لاني عايزين ننقل الصوره الايجابيه الجميله التي تقرب ما بين الشعوب. اولا يجب ان نفتخر اولا كعرب وكافارقه بان كره القدم العربيه هيمنت في السنوات الاخيره على المسابقات الافريقيه. هذا الحضور المتوالي والحضور الثابت للانديه المغربيه والانديه المصريه في الادوار النهائيه يدل على ان الكره المغربيه والكره المصريه الان في مصاف الاقوياء على مستوى كره القدم الافريقيه. وايضا اهم شيء هو ان هذه المباريات التي تتوالى وتتعاقد مع كل موسم فهي فرصة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين الشباب المغربي والشباب المصري. فأهم شيء هو توطيد هذه العلاقات، والنتيجة يمكن لهذا الطرف أن يفوز هذه السنة ويمكن للطرف الآخر أن يفوز في السنة المقبلة. فأهم شيء هو أن تتواصل هذه النجاحات وأن تواصل الأندية المغربية والمصرية حضورها القوي واللافت في جميع المسابقات الافريقيه، لان هذا يشرف الكره المغربيه والكره المصريه. من جانب اخر في النهائي اعتقد بان هذا النهائي خاصه مباراه الذهاب ومباراه الاياب فهي تمثل بشهاده النقاد من افضل المباريات النهائيه في السنوات الاخيره. صح. على مستوى دوري ابطال افريقيا الذهاب والعوده. الذهاب والعوده كانت هناك الاثاره، كان التشويق، كان الحضور الجماهيري الكبير، كان هناك اهتمام اعلامي واسع بهذا الحدث الرياضي الافريقي الكبير. لذلك اعتقد بان الوداد كان اقرب للتتويج باللقب للمره الرابعه في تاريخه وللمره الثانيه على التوالي، ولكن كما يقال شوط المدربين حسم الامور لمصلحه الاهلي قبل نهايه المباراه بحوالي 15 دقيقه. استطاع الاهلي أن يقلب النتيجة لمصلحته في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع بأن الوداد هو الأقرب للظفر باللقب، ولكن هذه هي سنة التنافس في كرة القدم، لا بد من فائز ولا بد من خاسر، ولكن أعتقد بأن الفائز الحقيقي هي كرة القدم الإفريقية وكرة القدم المصرية وكرة القدم المغربية. لا يجب أن نقف عند النتيجة، فهذه هي الرياضة. معادلة الربح والخسارة هي من صميم الممارسة ومن صميم التنافس الرياضي.